لمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا جميل عفيفي الكاتب الصحفي ومدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، يعني بعد التحية توجهات رئاسية بضرورة أن تكتمل كافة المرافق لاستضافة شرم الشيخ للقمة المقبلة COP27، كيف تقرأ أهمية استضافة هذا الحدث الكبير العام المقبل؟ هو طبعا ده يعتبر إنجاز كبير للدولة المصرية أنها تستضيف مثل هذا المؤتمر وهذه القمة لـ 27. احنا شفنا الدولة المصرية بتاخد خطوات كبيرة جدا في اتجاه الاقتصاد الأخضر، وان مصر من الدول المهمة جدا لصاحبة تجربة فريدة داخل القارة الأفريقية او على مستوى دول العالم كلها. ولهذا السبب كان دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور هذا المؤتمر في جلاسكو في بريطانيا. وطبعا الرئيس عرض هناك الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل خطواتها من أجل الاقتصاد الأخضر ومن أجل المحافظة على المناخ والمحافظة على البيئة الذي بدأت مصر فيه خلال السنوات الماضية من خلال النقل الذكي، النقل الجماعي اللي هو لا يؤثر على البيئة، وأيضا عمليات التطوير والتحديث اللي بتتم كلها في اتجاه المحافظة على المناخ والمحافظة على البيئة. طبعا استضافة مصر في الوقت الحالي ده أو سعي مصر أنها يتم استضافة المؤتمر في شرم الشيخ العام القادم، ده دليل أيضا من دول العالم أنها بتقدر الدور المصري في هذا الاتجاه، أن مصر أصبحت الرائدة في منطقة في أفريقيا والشرق الأوسط في اتجاه المحافظة على المناخ والمحافظة على البيئة من خلال المنشآت التي تمت ومن خلال المشروعات التي تمت داخل الدولة المصرية خلال المرحلة الماضية. أيضا ده دليل واضح على أن مصر لديها القدرة على استضافة المؤتمر. احنا شايفين خلال السنوات الماضية كلها العديد من المؤتمرات مصر بتستضيفها والعديد من الشخصيات بتستضيفها. صحيح، الفعاليات الدولية والمؤتمرات الدولية. صحيح، بالضبط، المؤتمر العالمي للشباب والمؤتمر الاقتصادي العالمي وخلافه. فوجود مؤتمر بهذا الحجم ووجود مؤتمر به عدد كبير من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات خلال العام القادم ده دليل ايضا على مصر دوله قويه قادره على استضافه. التجربه المصريه استاذ جميل شديده الخصوصيه فيما يتعلق بتقديم نموذج للاقتصاد الاخضر ونموذج لتعامل الدوله بكافه مؤسساتها مع التغيرات المناخيه. ما هي اهم ملامح التجربه المصريه برايك سريعا؟ هو طبعا اهم ملامح التجربه المصريه دي ان مصر بدات تاخذ خطوات واضحة جدا وخطوات مهمة جدا في الطاقة البديلة والطاقة الجديدة والمتجددة. احنا شايفين عن طريق الكهرباء، في مجال الكهرباء احنا شايفين ايضا الاعتماد على الطاقة الشمسية او طاقة الرياح. شفنا تحويل النقل الجماعي الى الغاز او الى الكهرباء اللي هو لا يؤثر بشكل كبير على البيئه. شايفين المدن الجديده اللي تم انشائها في الدوله المصريه وكلها مدن ذكيه وتعتمد على ايضا الطاقه الجديده. كل ده خطوات ايجابيه واضحه جدا امام الجميع وامام العالم كله ان مصر بتتخذ هذا الاتجاه. ايضا الرقعة الزراعية الكبيرة اللي بدأت في مصر خلال الفترة الماضية اللي من خلال 1.5 مليون فدان، كل ده أيضا بيحافظ على البيئة ويحافظ على المناخ. خطوات مهمة جدا، خطوات الوقود البديل اللي مصر بدأت تستخدمه في الوقت الحالي، كل ده خطوات زي ما بقول لحضرتك مهمة جدا تضعنا على الطريق الصحيح. صحيح، وتضع مصر في مكانتها أمام العالم كله في هذا الأستاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي ومدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لك.